السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم لطوفة، دائما مع الوصفات مع الجمال. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الوصفة اللي هي كاملة مكتملة، وهي جد جد رائعة، اللي هي المكونات ديالها دائما تضفي جمال ودائما تحارب أشياء في الـ في الـ في الـ في الوجه وكتعطي إشراقة. كذلك هذه الأشياء اللي راح نشارككم بها هي مجموعة من الأشياء اللي هي طبيعية، اللي من ضمنها كتحيد الكلف، كتحيد التجاعيد الصغيرة، وكذلك تضفي بياضا على الوجه، تعطي واحد النقاء غافيرميسونت، يعني تشد البشرة ولا تترك ترهلا في البشرة. كذلك تعيد الشباب. من أهم المكونات وهي هذا نصف ملعقة من الشوفان. راني كنت تكلمت فايت لي أنني تكلمت على فائدة الشوفان. نصف ملعقة من الشوفان، نصف ملعقة من القمح، يعني النخالة، هو رقيق القمح يعني الزرع. كذلك نصف ملعقة صغيرة من الورد اللي هو مطحون، نصف ملعقة، ملعقة طحين زريعة الكتان، هذه ملعقة صغيرة بأكملها زريعة الكتان، هنا نصف ملعقة من طحينة الأرز، طحينة الأرز الأبيض. كذلك حاجتنا بصفار بيضة وقليل من ماء الورد. إذا نبدأ على بركة الله، ونعود لكم: ملعقة من زريعة الكتان، نصف ملعقة من طحين الأرز، هذا الشوكولا، نصف ملعقة من الشوكولا، نصف ملعقة من طحين الشوفان، نصف ملعقة صغيرة من النخالة اللي هي ما كيكون الدرجة الثانية، لما نطحنوا القمح كيتكون الدرجة الثانية أنه فيه نخالة غليظة ونخالة رقيقة. نصف ملعقة من الورد مطحون، وحاجتنا بصفار بيض وقليل من ماء الورد. إذا فلنبدأ على بركة الله، وأننا أخذنا صفار بيض وأخذنا كل هذا الخليط، راح نخلطوه جيدا. هذا ماسك يجمع كثير منافع للوش. فايت لي تكلمت عن فائدة الشوكولا، فايت لي تكلمت كذلك على فائدة الشوفان، وكذلك فائدة القمح الصلب وفائدة الورد. تعرفوا كيف هو أصبح الآن سائل؟ الآن نطبقوه على الوش. الورد راح نحتاجه في الآخر، ماء الورد راح نحتاجه في الآخر. أنا الآن غادي نمر لطريقة التطبيق ديال هاد الماسك، ولا أنا دائما كنفضل نستعمل يدي.
دائما ما ننسوش العنق، دونك وهكذا. لما يكرم هذا الماسك انه كيكرم، انه في صفار بيض، لما يكرم نعاودو نعملو اون اوتر كوش، يعني كوش ثانيه اللي بطبيعه الحال هو راه ضروري كيكرم لانه في صفار بيض. صفار البيض بيجف بسرعه. لما يجف صفار البيض نعملو اون اوتر كوش، يعني طبقة ثانية فوق هكذا، نغطي به الوش كله. راهو كثير جميل هذا الماسك. انني انا ما كنشاركش معكم ما كنشارك لي ماسك الا وكنكون اصلا مستعملها كثير مرات. وهذه الوصفة أنا مستعملها من زمان. بما أنني عندي كثير وصفات، إن في كل مرة نغير، وراكم تلاحظوا بأني في كل مرة كنشارك معكم الوصفات وكيكونوا مغيرين. كل الوصفات اللي عطيتهم في صفحتي كلها وصفات اللي كنستعملها لونغ تيرم، يعني منذ فترة طويلة أنا لا أكف على تغذية بشرتي. كذلك هناك أشياء يمكن لنا أننا نغذو بها الجسد ككل، إنما الآن أنا كنوريكم إلا ما يغذي الوجه. ممكن أننا نستعملوا صفار البيض ولا زرعت الكتان لوحدها، صفار البيض وزرعت الكتان لوحدها باش نستعملوها فوق العين، هون فوق العين باش نخليو عينينا مغمضين. نستعملو الا زرعت الكتان مطحونه ونستعملو معها صفار بيض، ولما نعملوها هيك فوق العين وعلى دائره العين نخلوهم بس ما نتحركوا مغمضين العينين، ولما نروح نغسل وشنا بعدين عاد نفتحوا عينينا، بس نعملوا هاد دائرة العينين. هذه نصيحة من أجل ما يكون فيها لا رز ولا دقيق ولا أي شيء، يكون فيه غير قلت يكون فيه غير زرعة الكتان. تعرفوا أنها زرعة الكتان هي كتير مفيدة للتجاعيد، وهي مجربة وداخلة في كتير برودوي، يعني في كتير أشياء تتباع في الصيدلية اللي هي تحارب التجاعيد. موجودة فيها مادة زرعة الكتان، وفايت تكلمت لكم بأن زرعة الكتان كذلك هي كتعطي الكولاجين للوش، وكذلك هي عندها فائدة ثانية للشعر. فكنظن انكم راح تجربوها، راح تجربوا فوائد زرعة الكتان، وكذلك الفوائد ديال كل هذه الاشياء اللي عطيت، اللي هي الورد، وبعد الورد هناك دقيق القمح والرز، طحين الرز وطحين الورد، وكذلك الشوكولا اللي فايت تكلمت كذلك عن فائدة الشوكولا على الوجه. ما تنسوا تجربوا هذه الأشياء يا بنات، لكن حتى مع البنات أنهم يكون عندهم رعاية بوشهم، وبالأخص بالأشياء اللي هي طبيعية. كنتمنى أنه يكون راقكم هاد الأشياء الجميلة اللي شاركتها معكم. دونك غادي نبقى واحد الفتره ما بين ربع ساعه وعشرين دقيقه نغسل وشي، وبعدين راح نوريكم النتيجه النهائيه. والان اصدقائي، من لما غسلت وشي
هانتوما النتيجة كيف أنه يظهر عليه بياض. دائما ننصح الأصدقاء أنهم لما يعملوا ماسك وغسل وجههم يعملوا ماء ورد. بس تخلوه حتى ينشف. ما تمسحوه. باش خلوه حتى ينشف. بطريقة كتير لينة. تعملوا هيك. لغاية لما ينشف. وبعد انا دائما كتعرفوني كندير زيت الكوك اخر حاجه كنعملها هي زيت الكوك. هاك نعملو مساج ليجي. مساج يكون كتير خفيف. ننتقل للعنق من تحت لفوق تحت لفوق. نعملو هيك مرة ثانية من تحت لفوق يمين. وانا بطريقة كتير لينة هاك بعد هاك. اذا اصدقائي صديقاتي كنتمنى بانه يعجبكم هذا الماسك وعجبتكم طريقة الاستعمال وتكونوا عرفتوا الفائدة ديالو. كنتمنى انكم تجربوه. الى اللقاء مرة ثانية في فيديو اخر ودائما مع الجمال. الى اللقاء. باي.